لم تمنعها ظروفها من الجهد والمثابرة نحو تحقيق أحلامها. جوري العازمي وصلت اليوم إلى أرض الوطن حاملة رسالة للجميع بأنهم قادرون على فعل المعجزات بالعزيمة والإصرار. هذه البطلة لا تقل أهمية عن باقي الأبطال الذين كتبوا اسمهم بماء الذهب من أجل رفع اسم الكويت عالياً. أقول حق كل شاب أن الكويت تستاهل منا أكثر، يعني الكويت وايد عطتنا، فإحنا هم لازم نعطيها ولازم نجتهد، وكل واحد بمجاله، أي إنسان يقدر يبدع بأي شيء إن كان لا يتردد، بالعكس بالنهاية هذه فرص والفرصة تيك مرة واحدة، فاستغلوا الفرص واسعوا للحصول على الفرص ولا تعيشون على هامش الحياة. أشكر والله يعني كل الكويتيين ما قصروا، وأتمنى أن نكون عند حسن الظن وأن مثلنا الكويت تمثيل مشرف، وأشكر قناة المجلس على التغطية الجميلة وهم سباقين دائما. توفير المناخ والبيئة المناسبين من أهم العوامل التي ساعدت جوري لبلوغ هذه المرحلة. طول عمره ما شاء الله عليه كانت الأولى على المدرسة، وحنا يعني بالأسرة يعني في البيت موفرين هالكتب، نروح نطبع ونتعب عشان شنو؟ التحدي. والحمد لله الله حفزها ونجحها وفوزها، وصلت المركز الأول على تحدي الغراء العربي في الكويت، وهذا طبعا من عقب مدرستها وأبلتها آلاء الكندري ومن أبوها ومن الشيوخ يوم كرموها وخلصها، والحين راحت دبي ولله الحمد وترشحت وفازوا، الله يجزاهم خير والله يبارك لهم إن شاء الله، وردت إن شاء الله وإن شاء الله أن يستيقظ كل خير. عزيمة وإصرار للوصول إلى قمة الهرم، درس قدمته جوري العازمي أضاءت به الدرب لمن أظلمت أمامهم الحياة. حسين الصايغ لتلفزيون المجلس.